الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة يوم الأثنين من برنامجكم حياتنا هذا البرنامج اللي يأتيكم دائما عبر شاشتكم شاشة تلفزيون قطر مشاهدينا بداية يسعدني في هذا المساء نمسي الخير على أخوي وزميلي علي المري علي مساء الخير مساء الخير سلمان ومساكم الله بالخير مشاهدينا حياكم الله في ثاني حلقة من حلقات برنامج حياتنا اللي يجيكم من الأحد إلى الأربعة إن شاء الله الساعة السابعة مساء كل يوم عندنا أخبار جديدة أكيد. عندنا شيء نقدمه حق المشاهدين يفيدهم في حياتهم اليومية بإذن الله سبحانه وتعالى لذلك اسم برنامجنا برنامج حياتنا مشاهدينا راح نبدأ حلقتنا بهذا الخبر حيث ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2021 بالديوان الأميري صباح اليوم حضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن حمد الثاني نائب الامير نائب نائب الامير نائب رئيس المجلس ومعالي الشيخ خالد بن خليفه بن عبد العزيز الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه العضو التنفيذي للمجلس واصحاب السعاده اعضاء المجلس مشاهدينا الكرام استعرض المجلس ما تم من قرارات وتوصيات في الاجتماع الثاني وتقرير متابعه المشاريع كما ناقش المجلس سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية للدولة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. واطلع المجلس على العرض الخاص بالخطط التطويرية والتحديات المتعلقة بقطاع السياحة والعرض الخاص بالقطاع المصرفي بالدولة وتحدياته وآليات تطويره. كما اطلع المجلس على مستجدات استراتيجيه التنميه الوطنيه الثانيه 2018-2022. كما تناول المجلس المواضيع المدرجه على جدول اعماله واتخذ بشانها القرارات المناسبه. طبعا اكيد ان هذه القرارات بتكون في صالح قطر بالدرجه الاولى ك الاستثمار وكتطويره وكالمشاريع الاقتصادية اللي إن شاء الله بتكون مقبلة علينا في الفترة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مشاهدينا الكرام في كل عام في هذا التوقيت نذكر دائما وأبدا في برنامج حياتنا بالبنية التحتية المميزة الصالحة لممارسة الرياضة في, في قطر من ملاعب فرجان وأيضا مسارات المشي والدرجات وأيضا الحدائق والمتنزهات عليه أكيد أن اليوم حتى الدولة صخرت كثير من اداراتها تساعدنا وتشجعنا على موضوع ممارسه المشي الرياضه اليوم عندك اكثر من تقريبا 28 موقع اليوم من الوسيل من اللؤلؤه من الكورنيش سباير تلوكرا في كل مكان اليوم في اماكن الممشى وفاتحين لك كل السبل يعني حتى الان في الحدائق الجديده اللي فتحوها الحدائق الجديدة، ملاعب الفرجان، عجيبة. مساحات مشاهدينا الكرام وجودها يزيد من تحويل الرياضة إلى ثقافة مجتمعية وأيضاً الجميع يعرف أن هذه الخطوات البسيطة اللي ممكن نتحركها يومياً في من خلال ممارسة رياضة المشي ممكن تغني عن زيارة الأطباء على سبيل المثال علي. نعم، كم من مريض سكر تعافى بشكل كبير بسبب الرياضة ومرضى الضغط أيضاً ينصحون كثيراً من قبل الأطباء بممارسة الرياضه والحين نذكر انفسكم ونذكر انفسنا مشاهدينا الكرام باهميتها خاصه مع تعديل الجو. شفت الهواء اليوم؟ الله ها هذا الجو المناسب لممارسه يعني اليوم. لازم الواحد يمشي 15 20 كيلو ان شاء الله. ليه. والله ابدا بنص ساعه لو في اليوم وان شاء الله لما تتحول الرياضه الى اسلوب حياه. مشاهدينا الكرام والى موضوع اخر حيث تبدا اليوم المرحله الاولى من عمليات التخييم البري لموسم التخييم 2021 2022 في المناطق الشماليه. في المناطق وهي الشمال الغشامية عين محمد نقيان الخرارة وامكينس والتخيم البحري في سيلين راس مطبخ عريدة زكريت آآ آآ شارج أم الماء على أن يكون المتقدمون للتقييم قد انتهوا من التقديم المبدئي خلال الفترة التي حددتها وزارة البلدية والبيئة يعني الأماكن صارت الآن واضحة لكم صح أنا اخترت واحدة من الأماكن الموجودة أنت اخترت ولا لا ليحن في أماكن بعد في الدفعه الثانيه باذن الله لكن الحين انا اخترت لي تقريبا موقع عجبني صراحه من العام وانا حاط عيني عليه بطرش اللوكيشن وان شاء الله نجيك ان شاء الله باذن <applause> الله, الله. مشاهدينا الكرام ايضا وزاره البلديه والبيئه قالت انه نظرا لمحدوديه الاماكن في بعض مناطق التخييم فقد تم اختيار المناطق الاخرى البديله التي سجلها المتقدمون ضمن رغباتهم وذلك لاتاحه فرصه التخييم للجميع لهذا الموسم سيكون اليوم الثاني من مرحلة التسجيل التي تم تحديدها يوم غد الموافق 19 أكتوبر ومناطق التخييم البرية خلال هذه المرحلة هي المجروعة وملفاعي والهشم وأبو ظلوف والمناطق البحرية هي محمية الريم المرونة والزبارة والعديد وجنوب الخرايج وأبو سمرة على أن يسمح بالتخييم تاريخ 20 من الشهر الجاري يعني هذا الويكند بإذن الله اللي أموره طيبة ومداه يركب ويجهز أموره يمديه يخيم أنا أموري خالصة انت خالص؟ خالص حتى الاسيام حقت الشبك ما شاء الله مرتب امور امورك طيبه لكن اكيد نذكر انفسنا وياكم مشاهدينا الكرام بالالتزام بقوانين وزاره البلديه والبيئه وايضا التعاون مع الجهات المختصه من وزاره الداخليه وغيرها في الخروج بموسم تخيم امن للجميع وان شاء الله يكون موسم جميل والله يحفظ الكل يا رب. ان شاء الله، طيب اكيد ان موضوع النظافه نذكر فيها في كل وقت بدايه التخييم وفي نهايه التخييم هذا البلد بلدنا هذه أرضنا هذه بيئتنا إذا حنا ما نحافظ عليها مثل محافظتنا على أنفسنا وداخل بيتنا والله العظيم تكون في كارثة بيئية وهذه تعكس ثقافتنا وحضارتنا وأدبنا وأخلاقنا وتربيتنا لازم نحافظ على بيئتنا مثل محافظتنا على أنفسنا أكيد علي الرسالة عليه الرساله أن هي واصلة للجميع مشاهدي الكرام وأيضا موضوع آخر من ضمن مواضيعنا في حلقة اليوم وفي إطار الاستعدادات والتحضيرات لبطولة كأس العرب لكرة القدم بدأ فريق التفتيش الموحد على المنشآت الغذائية والملاعب والمرافق المشاركة بفعاليات البطولة بدأ تنفيذ زيارات ميدانية لتفقد أماكن تزويدها بالأغذية ومدى الجاهزية وصرح السيد سالم بن حمود الشافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة ورئيس الفريق ان خطه عمل الفريق للتاكد من سلامه المواد الغذائيه ترتكز على محورين اساسيين احدهما يعتمد التفتيش على جميع مراحل السلسله الغذائيه بدءا من مرحله التخزين مرورا بعمليات تجهيز المواد الغذائيه لدى مزودي الغذاء وعمليه نقلها للملاعب والمرافق الاخرى انتهاء بتقديمها بالملاعب والمرافق يعطيهم الصحة والعافية الجهود متواصلة للخروج بحدث استثنائي يقام للمرة الأولى في العالم وهو بطولة كأس العرب المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مشاهدي الكرام وأيضا موضوع آخر حيث أعلنت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عن انضمام مركز دعم الصحة السلوكية للمراكز المنضوية تحت مظلتها نعم سلمان في التقرير التالي مشاهدين الكرام نتعرف بشكل موسع على تفاصيل هذا المؤتمر تابع معاكم ونرجع لكم المركز هذا هو المركز الثامن المنضوي تحت مظله المؤسسه القطريه للعمل الاجتماعي من الناحيه التكامليه هناك العديد من الخدمات الاستشاريه والخدمات التوعويه للفئات المستهدفه من قطاع الصحه النفسيه وقطاع العمل الاجتماعي بين بين هذا المركز وبالمراكز الاخرى المنضويه تحت المؤسسه القطريه للعمل الاجتماعي. انضمام المركز اليوم بعد تقريبا من تاسس عام 2014 نتكلم تقريبا عن سبع سنوات تقريبا كان هناك جهود كبيره في صقل المهارات وايضا تدريب كافه المتخصصين الموجودين بالمركز لتقديم الخدمات اللي هي معنيه بموضوع الاضطرابات السلوكيه بالنسبه للجنسين ومن كافه الاطياف العمريه طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما سمعنا في تقرير انضمام مركز الدعم الصحي السلوكيه الى المؤسسه القطريه للعمل الاجتماعي طبعا مركز دعم الصحه السلوكيه مركز امانه يشتغلون جاهدين ليل والنهار التواصل مع كثير من العوائل اللي عندهم مشاكل خاصه لاولادهم يعانون من اضطرابات نفسيه ومشاكل سلوكيه هم عندهم طريقه جميله جدا عندهم مستشارين عندهم التواصل معاهم تقدر انت تحضر لهم المركز ويقدرون هم يحضرونك في البيت واذا كان عندك مشكله في هذا كله كامل يقدرون يتواصلون معك عبر الهاتف او عن طريق حتى الرسائل بالاستشارات يدعمونك ويجدون لك الحلول كولي امر وعندك مثلا مشكله مع ولدك او مثلا انت يا الطفل اذا عندك مشكله ما أنت قادر تتفاهم مع والديك هم اليوم يقدمون لك النصائح، يقدمون لك المشورات، يقدمون لك المساعدات. هذه المراكز احنا نحتاج لها جدا خاصه في فتره العصر المتقدم والتكنولوجيا وانشغال افراد الاسره عن بعضهم يسوي نوعا ما من الفجوه، هذا المركز جاء ليسد الفجوه هذه كلها كامله حتى يكون في اسره تنعم بحياه كلها امان باذن الله. باذن الله سبحانه وتعالى، مشاهدينا الكرام الى حاضنه قطر للاعمال التي اعلنت وهي احدى اكبر حاضنات الاعمال متعدده الاستخدامات والرائده في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتابعه لبنك قطر للتنميه اعلنت عن الفوج الخامس عشر من برنامج رياده الاعمال الانسيابيه الاكثر نجاحا من نوعه في دوله قطر. جهود متواصله تقدمها الحاضنه دعما للمشاريع الصغيره المتوسطه بافكار مبتكره مشهود لها عالميا، التفاصيل اكثر عن الخطوات الجديده لحاضنه قطر للاعمال نرسلها لكم من خلال هذا التقرير. فوج خامس عشر لرواد الأعمال يلتحق ببرنامج ريادة الأعمال الانسيابية الذي يعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. الاختيار في هذه الدفعة وقع على 73 شركة ناشئة و31 مشروعاً يمتلك نموذجاً أولياً وهو أعلى رقم يبدأ التدريب به على مدار الأفواج السابقة. فبعد احد عشر اسبوعا بدءا من الشهر الحالي سيحصل رواد الاعمال الذين لديهم منتج اولي على فرصه لتطوير منتجاتهم او خدماتهم للسوق مما يسمح باختبار الافكار التجاريه على ارض الواقع مع العملاء المحتملين وسعت حظينه قطر للاعمال خلال هذا الفوج الى التركيز على مجالات الرعايه الصحيه والتجاره الالكترونيه والبلوك تشين الذي يمثل قاعده اساسيه للبيانات وكذا الذكاء الاصطناعي وسيرعى شريك الاحتضان شركه أوريدو الافكار والمشاريع التي تقدم حلول الجيل الخامس والنقل الذكيه والمنازل الذكيه والالعاب الترفيهيه خلال فتره التدريب وما بعدها. ستوفر لشركات الناشئه منصه تعرض تقدمها واستفادتها من التدريب ويكون هذا للتنافس على ما يصل الى 250 الف ريال تقدم للشركات الفائزه على شكل دعم مالي ب 100 الف ريال نقدا بالاضافه الى توفير مكتب واحتضان لمده عام كامل مع حاضنه قطر للاعمال. حاضنه قطر للاعمال هي واحده من اكبر حاضنات الاعمال متعدده الاستخدامات في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا تمكن رواد الاعمال من بدء وتنميه شركاتهم من خلال الاحتضان والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاحهم على المدى البعيد موضوع اخر وموضوع مهم مشاهدينا الكرام حيث اعلن جهاز التخطيط والاحصاء عن النتائج الرئيسيه لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 2020 وذلك خلال حفل اقيم في مبنى جهاز التخطيط والاحصاء تفاصيل اكثر مشاهدينا الكرام تعرف عليها وياكم خلال هذا التقرير بعد عمل دؤوب ومتواصل ورغم التحديات والظروف الصعبه التي فرضتها جائحه كورونا تمكن جهاز التخطيط والإحصاء من إنجاز تعداد قطر 2020 بنجاح ومن أبرز ما تضمنه التعداد ارتفاع عدد السكان بمقدار مليون ومائة وسبعة وأربعين ألف نسمة تقريبا مقارنة بتعداد 2010 وعشرة ليصل عدد السكان في تعداد 2020 إلى مليونين وثمانمائة وستة وأربعين ألف نسمة تقريبا وهو ما يمثل نسبة زيادة سبعة وستين في المئة.

فاصل خمسة. اما فيما يخص التعليم في عمر الخامسه عشر والرابعه والعشرين فاكدت النتائج أن, ان نسبه التحاق الاناث القطريات بالدراسه وصل الى سته في في حين وصلت نسبه الذكور الى خمسه من اجمالي الذكور القطريين في سن الدراسه، وشمل التعداد ايضا محوري النشاط الاقتصادي والمباني. ويعد تعداد قطر 2020 هو التعداد السادس، واحد اهم المصادر الرئيسيه للحصول على البيانات الدقيقه المتعلقه بالعديد من الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه وهو: ما يعد رافدا اساسيا لتطوير السياسات التنمويه في الدوله. مشاهدينا الكرام، هذا التعداد يعني هو التعداد السادس في سلسله التعدادات السكانيه في دوله قطر منذ انشاء جهاز التخطيط والاحصاء بدوله مشاهدينا الكرام للحديث اكثر عن نتائج تعداد قطر 2020، اسعدنا ان يكون معنا في استديو سيد ناصر صالح المهدي وهو مدير اداره التعدادات والمسوح والاساليب الاحصائيه بجهاز التخطيط والاحصاء ومدير تعداد قطر 2020. سيد ناصر مساء الخير بدايه وسعداء جدا بتواجدك معنا في حياتنا. الله يمسيكم بالنور انت وجميع المشاهدين، الله يحييكم. أه يعني اكيد أه سيد ناصر اليوم موضوع التعداد موضوع صعب جدا في أكيد. جهود جبارة قاعدة تكون على أرض قطر خاصة عناصر بشرية بشكل كبير أنهم يروحون بأنفسهم للبيوت وأيضا أنتم استخدمتم التكنولوجيا في السنة هذه وما شاء الله كانت جميلة جدا لكن كثير من الناس ما يعرف كيف يستخدم هذه التكنولوجيا كان التواصل عن طريق الاتصال للتو... في المركز أو الجهاز عفواً وايضا المشاكل التي تواجهكم مع السكان واوقاتهم ويعني كانت فيه عبء كبير عليكم صراحه حتى تخرجون بهذا النجاح، احنا نبي نتكلم عن جهودكم في التعداد للسنه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا اول شيء شاكر لكم استضافتكم للجهاز وابراز مثل هالمشاريع الهامه، طبعا مشروع التعداد هو من اكبر المشاريع الاحصائيه في جميع اجهزه الاحصاء في دول العالم. هذا متفق عليه دوليا انه مشروع التعداد هذا اكبر مشروع احصائي وتستغرق عمليه تنفيذ التعداد في بعض الدول ثلاث سنوات اربع سنوات من بدءا من التحضير لقايه الانتهاء من اعلان النتائج أه وفعلا مثل ما تفضلت التعداد يحتاج الكثير من الكوادر البشريه للتنفيذ بالذات في العمليات الميدانيه أه احنا الحمد لله رب العالمين في هذا التعداد قللنا الكوادر البشرية عما كانت عليه حتى في آخر تعداد اللي هو في تعداد 2010 رغم أن السكان زاد بنسبة تقريبا 68% عما كان عليه في لكن في تعداد 2010 كانوا الباحثين اللي عندنا الميدانيين تقريبا 3400 باحث الآن في هذا التعداد قرابة الألفين باحث فقط يعني تقريبا حول النصرق من السكان زادوا زاد بصورة كبيرة فهذا نتيجة مثل ما تفضلت أخوي علي استخدام التكنولوجيا واستخدام أيضا السجلات الإدارية وبنشير لها لاحقا لكن استخدام التكنولوجيا والتكنولوجيا ما عادت صعبة مثل قبل التكنولوجيا الآن أصبحت سهلة وبقول لك مؤشر من المؤشرات لعلك ممكن تتفاجأ فيه نسبة الناس في المجتمع هنا سواء قطريين أو غير قطريين اللي استوفوا بياناتهم ذاتيا إلكترونيا بنفسهم من دون ما ياخذ بياناتهم الباحث تقريبا 46% من السكان. ما شاء الله. ما شاء الله. وهذه نسبه جدا عاليه على مستوى أكيد. العالم. هذه من التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا في هذا التعداد، احنا استخدمنا التعداد، استخدمنا التكنولوجيا بصوره جدا موسعه في مراحل التحضير، في مراحل جمع البيانات، في مراحل ايضا مراجعه البيانات وقياس جودتها، وايضا في مرحله النشر. فلعل الان بتلاحظون في مرحله النشر طرق مختلفه لعرض البيانات. اليوم سيد ناصر تفضلت وذكرت نقطه مهمه وانا اتمنى ان توضحها بالنسبه لنا وايضا اخواننا واخواتنا المشاهدين والمشاهدات اليوم موضوع استخدام السجلات الاداريه في الجهات الرسميه. للدوله، خلينا نتكلم اكثر عن هذه الخطوه وابرز المكاسب اللي اكتسبتوها من خلال السجلات الاداريه. ما في شك الان معظم دول العالم بالذات الدول المتقدمه تسعى الى الاستفاده من السجلات والبيانات المصدريه بالذات في الجهات الحكوميه عشان تسهل عمليه الوقت المستغرق لتنفيذ التعداد والجهد الكبير والكادر الكبير من الموارد البشريه اللي راح تجمع البيانات. فاحنا من الدول الحمد لله بدانا نستفيد من السجلات الاداريه وبالذات من الجهات الحكوميه اللي عندها قواعد بيانات سواء للمباني وخصائصها للوحدات السكنيه وخصائصها للمنشات وخصائصها او حتى للافراد والاسر فاحنا الحمد لله تعاوننا تقريبا ووقعنا اتفاقيات مع 14 جهه في الدوله وتمت الاستفاده من عمليات ما هو موجود لديهم من بيانات وهذه سهلت علينا بصورة كبيرة وأيضا اقتصرت عملية جمع البيانات العادة في التعدادات السابقة وآخرها في كان في تعداد 2010 كنا نمر بأربع مراحل ميدانية لجمع البيانات أول مرحلة للمباني وثاني مرحلة وحدات سكنية وثالث مرحلة للمنشآت وآخر مرحلة كانت للأفراد الأسر الآن اختصرناها في مرحلتين نتيجة أنه صارت عندنا بيانات عن المباني حسب العناوين ولعل تلاحظون انه ما عندنا الرقم على البيوت مثل قبل اللي لحق على التعدادات السابقة كان يشوف ترقيم على البيوت نرقم احنا الان ما عادت موجوده خلاص اعتمدنا على الارقام اللي موجوده والعناوين اللي موجوده واوريدي موجوده من ومعنونه من البلديه ومن الجايس فهذه خدمتنا بصوره كبيره طبعا في عندنا تعاون مع كهرباء على اساس رقم الوحده السكنيه بالنسبه لرقم الكهرباء عندنا تعاون مع جميع الجهات الاخرى يعني بالنسبه لبيانات الافراد وايضا بيانات المنشات. طبعا حتى اليوم المواطن او المقيم صارت مثل ما تفضلت بحثه عن اي منزل موجود في قطر اليوم ما عاد يحتاج انه حتى صح. يكلم صاحب المنزل صح. اللهم انه يرسل له صوره اللوحه الزرقاء اللي برا يحطها في جوجل ماب او في ذا البرامج هذه على طول ياخذه ويوديه على نفس الموقع، لكن سؤالي دائما ويشغل كل مواطن قطري ارتفاع عدد السكان في دول كثيره فيها نمو متسارع فيها نمو بطيء ودائما نقارن انفسنا احنا كدوله قطر بباقي دول العالم لكن احنا نتكلم في ارتفاع ملحوظ في عدد السكان في دوله قطر خاصه في سنه 2020 لمن نتحدث في هذا الجانب شوف احنا ارتفاع السكان هذا وارد في كل الدول انه يرتفع السكان لكن اذا جيت تحسب معدلات النمو للسكان هنا تكمن ال يعني يجب انك تقيس المؤشر ومعدل النمو هل هو فعلا معدل كبير او طبيعي ومثل ما تلاحظون يا اخوان في هذا الشارت اللي قدامكم احنا في تعداد 2000 على سبيل المثال 2004 كان تعداد السكان 744000 قفز لقايه 1000 مليون و700 الف في 2010 هنا الزياده بين التعدادين كانت في حدود 14 معدل النمو 14.8 وهذا معدل جدا كبير في التعدادات السابقه من 86 لغايه 97 كانت معدلات النمو 5.2 5.3 الان بين تعداد 2010 و2020 رجعت معدلات النمو لطبيعتها في حدود ال5.3 وهذا مؤشر ممتاز جدا صح عدد السكان زاد لكن كمعدلات نمو هائله معدل مئويه يعتبر ان الرقم جميل جدا اي نعم كمعدل نمو الان اخذ وضعه الطبيعي بعد 2010 طبعا احنا مرينا بمشاريع كبيره في الفتره بين 2010. 2004 و2010 ومشاريع ما شاء الله البنى التحتيه ومشاريع ال 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 العمران ومشاريع ايضا كانت الغاز وال نعم. فأيضا قبل ذلك قبل 2020 كانت في المشاريع المتعلقة بكاس العالم والمشاريع الريل والمشاريع الأخرى الآن من من 2010 صح إحنا وصلنا تقريبا الآن مليونين و وأربعة وأربعين ألف أو نقول مليونين وثمانمية وخمسين ألف لكن كمعدل نمو الآن أصبح طبيعي بين 2010 و2020 طبعا إحنا الدولة في 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 ما شاء الله تطور ونمو مستمر صحيح. في جميع المجالات الاقتصاديه والتعليميه والعمرانيه، فهذا يتطلب ايضا ناس تشغيليه وناس أكلم. انشائيه فهذا جب. طبيعي يعني ان شاء الله. تحدثت سيد ناصر على موضوع معدل النمو ونرجع للارتفاعات الطبيعيه اللي كانت موجوده في السابق، ولكن لما نتكلم اليوم على عدد السكان وارتفاع عدد السكان مثل ما تفضلت أكثر من مليونين وثمانمائة ألف نسمة اليوم لما نأخذ هذا الموضوع ونتعرف عليه بشكل موسع ونتكلم عن دلائل هذه الارتفاعات في عدد السكان مثل ما قلت لك أخوي سلمان طبعا عملية النمو هذه مواكبة لعمليات التطور اللي تشهدها الدولة في كافة المجالات المجالات الإنشائية المجالات التشغيلية المجالات الاقتصادية المجالات الصحية في كافة المجالات وهذا مؤشر أن فعلا هذا مرتبط إحنا لعله إذا, إذا دخلنا على بعض الأنشطة الاقتصادية نجد أن في بعض الأنشطة بدأت تقل مثل نشاط الإنشاءات لأن فعلا الآن ما زالت الإنشاءات موجودة لكن ما عادت بنفس الحجم السابق، فقلوا عدد مثلا العاملين في مجال الانشاءات في في عمليه البناء والبنى التحتيه لكن زادت في معدلات اخرى في الخدمات، في الخدمات الاداريه، في الامور اللوجستيه، في الامور التشغيليه، فهذا ايضا طبعا يحتاج عدد كبير من البشر لتشغيل الجوانب هذه سيد ناصر يمكن أنا أذكر مع واحد من الأخوان كنا قائمين على مشروع وكنا محتاجين في دراسات الجدوى أرقام كثيرة فكنا لما نروح لبعض الجهات فكانوا يقولون جهاز الإحصاء هو الجهة المختصة في الموضوع هذا كله كامل وفعلا لما دخلنا في جهاز الإحصاء وطلبنا مساعدتهم على أساس أن نقيم متطلبات دراسة الجدوى كانت شغلات بعيده عن البشريه او عن الاعداد البشريه لان احنا كنا نتكلم فيها فهي كانت سلسله موجوده في جهاز الاحصاء كمثلا مواد غذائيه كمواد كيميكال كمواد تنظيفيه هذه كلها موجوده في جهاز الاحصاء يعني اليوم صار دورها مو بس في حصر الامور البشريه او بعض المساحات العقاريه حتى في دخول البضائع وخروجها من الدوله عندهم الارقام هذه صح. يعني نبي ناخذ نبدأ عن الفكره هذه شوف الله يطول عمرك احنا عندنا قواعد بيانات ما شاء الله هائله في كافه المجالات مثل ما تفضلت في التجاره سواء الواردات او الصادرات وعلى ادق التفاصيل ومن اي بلد استوردت والصادرات نفس الشيء وعلى نوع الصنف يعني مثلا سواء كان في مجال الاغذيه او في مجال المستلزمات الاخرى حسب النوع وحسب الصنف يعني مثلا اذا جينا مثلا لل المواد التنظيف مثلا على كل نوع كل نوع كل منتج خاص بالتنظيف انواع الفاكهه مثلا كل نوع تفاح مثلا او برتقال حسب نوعه من اي بلد والكميات اللي وردت واسعارها هي طبعا موجوده احنا اللي طول عمرك التعداد هذا ايضا على اساس نرجع لمحور التعداد طبعا عندنا البيانات الصناعيه والتجاريه كلها موجوده صحيح. الزراعيه كل البيئية كلها موجودة لكن إذا رجعنا للتعداد التعداد ميستة أنه يعطيك بيانات عن السكان وخصائصهم خصائصهم الديمغرافية وخصائصهم التعليمية وخصائصهم الغذائية الاقتصادية كعمل وأنشطة و... ويعطيك عن المباني وخصائصها والوحدات خص... يعطيك على مستويات جغرافية صغيرة إن بغيتها على مستوى البلدية ممكن تطلعها تقيسها على مستوى كل بلديه، ان بغيت تطلعها على مستوى كل منطقه على حده ممكن تطلع، عندنا على مستوى اقل من المنطقه، احنا الدوله مقسمينها الى اكثر من 6300 مربع نسميه بلوك عندنا يعني كل منطقه مقسمه الى بلوكات، عندنا البيانات على كل بلوك بالتفصيل، الانشطه التجاريه اللي فيه، إن انواع المباني، اعداد السكان، خصائصهم ف... شوف يعني مثل ما اقول لك يعني اهميه التعداد صحيح. للمخطط وللباحثين ان تعطيك مؤشرات وبيانات حتى على وحدات وحدات اداريه صغيره جدا تخدم دراسه المناطق دراسه صحيح. بدون شك احنا نشكركم امانه على هذه الجهود والله يقويكم ان شاء الله على كل ما تعملون فيه في جهاز التخطيط والاحصاء في ختام هذا اللقاء نشكر مشاهدينا الكرام سيد ناصر صالح المهدي وهو مدير اداره التعدادات والمسوح والاساليب الاحصائيه بجهاز التخطيط والاحصاء ومدير تعداد قطر 2020. اكيد مشاهدينا الكرام احنا متواصلين معكم لكن نطلع معكم فاصل بسيط ونرجع لكم لكن علي احنا احنا مع الساده طيب المشاهدين. نواصل مع الساده. إن نواصل معاكم مشاهدينا الكرام والى موضوع اخر حيث اطلقت وزاره الصحه العامه بالتعاون مع مؤسسه حمده الطبيه ومؤسسه الرعايه الصحيه الاوليه. وسدرة للطب ومركز نوفر وصلوا فعاليات حملة التوعية بالصحة والعافية النفسية تحت شعار هل أنت بخير تفاصيل أكثر مشاهدي الكرام عن أهمية حماية الصحة النفسية تابعها معكم في سياق هذا التقرير هل أنت بخير؟ سؤال يطرح من القريب أو الصديق لفتح باب الحديث صراحه عن المشكلات النفسيه التي يعاني منها الفرد ويصعب عليه البوح بها وزاره الصحه القطريه اطلقت بالتعاون مع عدد من المؤسسات حمله بعنوان هل انت بخير من اهداف الحمله رفع مستوى الوعي بالصحه النفسيه تقويه اواصر التعاون مع عدد من المؤسسات تشجيع أفراد المجتمع على التحدث بصراحة. إذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية. إجراء مناقشات أكثر انفتاحا بشأن الأمراض النفسية. هل أنت بخير؟ سؤال يطرح في كل حين لدفع عجلة الحياة إلى الأمام. فحرص القطاع الصحي في قطر على توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية النفسية والحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالصحة النفسية لتقديم رعاية صحية مجانية مع المحافظة على خصوصية المريض وصولا إلى مجتمع صحي معافى بدنيا ونفسيا. مشاهدينا الكرام للحديث أكثر عن هذه الحملة. الدكتوره خلود المطاوع استشاري اول في طب المجتمع رئيس قسم الامراض غير الانتقاليه باداره الصحه العامه بوزاره الصحه مرحبا فيش دكتور اليوم معنا حيا الله أهلاً هلا ومرحبا هلا فيكم دكتورة سعداء جدا بتواجدك معنا في استديوهات برامج حياتنا بداية دكتورة ريت لو نتعرف من خلال وجودك وأيضا نعرف السادة المشاهدين أكثر بهذه الحملة التوعوية هل أنت بخير؟ أه نعم أه أولا مشكورين على الاستضافة بالنسبه لحمله هل انت بخير هي طبعا مبادره من وزاره الصحه العامه مع شركائها في القطاع الصحي ومن خارج القطاع الصحي في دوله قطر نهدف في هذه الحمله التوعيه لاهميه الصحه النفسيه لجميع الافراد فهي مبادره ابتدات في 2020 واستمرت معنا الحين في 2021 طبعا من خلال الاحتفال باليوم العالمي للصحه النفسيه دكتوره لو نتكلم عن نتائج هذه الحمله في خلال هالفتره خلينا نقول بسيطه لكن هي تعتبر اكيد فيها عمل كبير وراها لكن خلينا نتكلم عن بعض النتائج اللي انتم لامستوها بعد هذه الحمله هذه نعم هذه الحمله هل انت بخير او احنا نقول بالقطر عساك بخير تم إنشاؤها من وزارة الصحة العامة مع شركائها من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية في القطاع الصحي مركز النوفر كذلك معنا ومؤسسة طبعا سدرة للطب ايضا معنا هذه الحمله ابتدات في 2020 تحديدا في ابريل 2020 تم توفير خط مساعده احنا نسميه خط وطني او الخط الساخن لتقديم المشوره النفسيه والخدمة النفسية تجاه أي اضطراب نفسي أو أي أعراض يشعر بها الإنسان فنستقبل طبعا المكالمات على مدار الساعة طبعا إلى تاسعة مساء طوال أيام الأسبوع هذه المكالمات يقوم عليها مسؤولين ذوي من ذوي الخبرة في تقديم المشورة النفسية من المبكر الآن قياس النتائج يجب قياس النتائج لهذه المبادرات على المدى الطويل ولكن نستطيع ان نقول ان ان نجاح هذه الحمله اتى واضحا يعني لما قسنا عدد المكالمات التي تم استقبالها في 2020 الى 2021 فتم استقبال اكثر من 35 الف مكالمه تم الاستجابة لجميع هذه المكالمات وتقديم المشورة النفسية والرعاية الطبية الصحيحة لهؤلاء نعم. دكتورة خلود اليوم لما نتكلم عن حملة هل أنت بخير هل هي تستهدف مرحلة عمرية محددة أم أنها موجودة وموجهة لجميع المراحل العمرية اللي موجودة في المجتمع وجميع فئات ومكونات هذا المجتمع نعم، هي طبعا موجهة لجميع نفس ما تفضلت لجميع فئات المجتمع ولكن الحملة صممت تحديدا لخمس فئات رئيسية هم الأطفال عندنا البالغين عندنا كبار السن عندنا أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك مقدمين الرعاية الصحية احنا نسميهم اللي في الخط الأمامي ايضا يحتاجون الى طبعا تعزيز الصحه النفسيه لديهم فهذه اكثر الفئات المستهدفه من هذه الحمله شكرا لكم امانه على ذكر موضوع الخط الامامي لان فعلا هذول الفئه كانوا يمكن في الفتره الماضيه في واجهه مرض كورونا كانوا صراحه اكثر الناس عليهم ضغط وكانوا يحرمون من الراحه وكانوا في خط الوباء الدرجة الاولى يعني امانه يعطيكم العافيه لانهم هم فعلا هم الدرع اللي حمانا صراحه وسوى وقايه بيننا وبين هذا الوباء الله يعطيهم الصحه والعافيه. اليوم لو نتكلم عن اكثر المشاكل اللي كانت توصل لكم من جميع الفئات، شنو دائما المشاكل اللي دائما تتكرر عليكم؟ طبعا اكثر الاضطرابات النفسيه هي الاجهاد النفسي، القلق، عندك الاكتئاب لا سمح الله، ايضا التوتر النفسي، هذه تحديات ومشاكل واعراض مصاحبه الشعور بالخوف، الشعور بالخوف اثناء جائحه كورونا، طبعا هذه تحديات تواجه الانسان في حياته اليوميه. فيجب ملاحظه هذه الاعراض النفسيه ويجب اللجوء الى الوسيله الصحيحه لتشخيص هذه الاعراض وبعد تشخيص هذه الاعراض طبعا تقديم الخدمه الصحيه المناسبه. دكتور انا عندي يعني دائما مشكله اعاني منها خاصه يعني لما يكون عندي مبلغ في البنك وادخل مثلا بعض التجارات البورصه. قلبي يعورني بكره بخسر وبكره بيصير عندي مشكله. طبعا هذه حق الناس اللي عندهم فلوس لكن سما ما له شغل في الموضوع. اي ما لكن يا دكتور دكتور هل هل فعلا يعني يجيكم حالات نفس هذه مثلا اشخاص عندهم شغلات غير موضوع الوباء كورونا او مثلا بعض المشاكل الاسريه؟ اكيد طبعا في هناك طبعا العديد من المشاكل الاسريه. هناك المشاكل التي تصاحب الإنسان أثناء العمل اللي هو التوتر، الإجهاد في العمل، القلق هذه المشاكل يتعرض لها الانسان بشكل يومي وبشكل متكرر خاصه اذا كان يعيش في بيئه عمل غير مناسبه او بيئه عمل بها ضغوط كثيره او طبيعه عمله تعرضه لمثل هذه الاضطرابات النفسيه. يجب عليه ان طبعا يلجا لطلب المشوره النفسيه. منعا لتفاقم هذه الاضطرابات النفسيه. دكتور نعم. خلود أساساً احنا نوضحها بشكل امام الساده المشاهدين، اليوم انا على سبيل المثال او اي شخص عنده نوع ما اضطرابات او حتى مشاكل نفسيه واحنا سبق وان تكلمنا في اكثر من مناسبه انه يجب ان يتخلص من الخجل ويتجه مباشره الى المختصين، فكيف يتم استقبال الحاله منذ الاتصال حتى التوجيه النفسي من قبل المختصين؟ نعم طبعا هو احنا آه لازم نذكر خط المساعده والخط الوطني للمساعده اللي هو 16000 يتم اختيار اللغه آه ثم يتم اختيار آه رقم آه واحد آه ثم رقم ثلاثة آه للتوعية بالصحة النفسية وطبعا أخذ المشورة النفسية آه بعد استقبال المكالمات هناك فريق متكامل إحنا نسميه فريق الدعم طبعا هو فريق الدعم من الاطباء المختصين وطبعا ذوي الخبره في الدعم السلوكي والدعم النفسي لتوفير هذه المشوره النفسيه ويتم متابعه هذه المكالمات او خلينا نقول احنا نحب نسميها الحالات فيما بعد نعم دكتوره كلمه اخيره تحبين توجهيها للمشاهدين بما يخص فيها هذه البرنامج الجميل طبعا اولا انا اشكر جميع المؤسسات اللي شاركت معنا في هذه الحمله هذه السنه سواء داخل القطاع الصحي او خارجه وطبعا من الاهميه ان لا نقفل عن اي عرض نفسي نشعر به ويجب أن لا نغفل عن أي اضطراب نفسي أو سلوكي نشعر به وطبعا أحث الأفراد أنهم يلجؤون إلى ذوي الاختصاص طبعا لاخذ المشوره والدعم النفسي. كل الشكر لك دكتوره وايضا هذه الرساله مثل ما قالت الدكتوره خلود توجه للجميع. ان نخلي الخجل على جنب ودائما نتجه الى المختصين الاخوان في خط الاستجابه الوطني 16000 مشاهد الكرام نشكر في ختام هذه الفقره دكتوره خلود المطاوعه وهي استشاري اول طب المجتمع رئيس قسم الامراض غير الانتقاليه باداره الصحه العامه بوزاره الصحه العامه شكرا جزيلا لك دكتوره شكرا لكم يعطيهم العافيه اكيد ما قصروا بس انت ما عجبتك موضوع سالفه ان انا مثلا اكون تاجر وعندي فلوس واحس بخوف ان راس المال يروح مني صح؟ مهما كان الموضوع علي بمختلف التخصصات وبمختلف المشاكل، الواحد اليوم وصلنا لثقافه ان هذه الامور ممكن في وقت سابق كانت خجل بالنسبه للبعض، ولكن اليوم انا اه اضمن لكم انه بكل سريه من قبل اه الاخوان المسؤولين في وزاره الصحه العامه وكل المؤسسات اللي يعملون فيها لتلقي مثل هذه اه الحالات والارشاد الصحيح المختص. مشاهدينا الكرام في انتقالنا لموضوع اخر حيث يستقبل منتزه الخور الالاف من الجماهير طوال العام، حيث يعتبر من اقدم واكبر الحدائق والمنتزهات في الدوله ويتميز بمسطحاته الخضراء الزاهيه الشاسعه واشجاره الكبيره مثل اشجار القرط والسدر، خلونا نتابع معكم هذا التقرير ونعود لضيفنا الكريم في الاستديو. وجهه مفضله لسكان قطر للاستمتاع بمختلف المرافق والخدمات التي تحتويه وحديقه واسعه تضم عددا كبيرا من الحيوانات والطيور منتزه الخور يقع المنتزه شمال الدوحه ويتميز بمسطحاته الخضراء الزاهيه الشاسعه وينقسم الى جزئين جزء ترفيهي والاخر بيئي ويمثل حوالي %35 من المساحة الكلية للمنتزه ويشمل مزرعة للحيوانات تبلغ مساحتها ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين مترا تحتوي على خمسة عشر عنبرا للحيوانات الكبيرة والصغيرة وقفصا كبيرا للطيور تبلغ مساحته احد عشر ألفا وأربعمائة متر وبارتفاع أربعين مترا يتيح للزوار التعايش مع الطيور من خلال تواجدهم في نفس محيط القفص مؤخراً، تم إطلاق 20 زوجاً من السناجب بالمنتزه للتعايش مع زوار الحديقة. وبإمكان الجمهور تقديم الطعام لها بأيديهم بشكل طبيعي، حيث تتغذى هذه الحيوانات الأليفة على الفاكهة وحبوب دوار الشمس والبندق، كما أنها لا تؤذي البشر. كما سيتم اطلاق ما بين 60 الى 100 طاووس هندي للتعايش مع زوار الحديقه ضمن الخطط الجديده التي سوف تنفذ في القريب العاجل. التنوع الموجود في منتزه الخور يؤكد رعايته لكافه انواع الحيوانات والطيور بما فيها المعرض للانقراض، وهو تاكيد على حرص وزاره البلديه والبيئه على حمايه الحياه البريه في الدوله. إذا مشاهدينا الكرام يسعى المسؤولون على المتنزه إلى التطوير والتحديث وخلال الأيام الماضية تم إطلاق بعض الحيوانات في متنزه الخور وذلك بهدف تعزيز التنوع الحيوي بالحديقة واستمتاع الزوار بمعايشة هذه الحيوانات. للحديث أكثر مشاهدينا الكرام يسعدنا أن نستضيف السيد محمد معجب الخيارين المشرف العام على قسم حديقة الحيوان الخور وزارة البلدية والبيئة يا مرحبا فيكم معنا اليوم المعجب والبقى الله حيك مسي عليكم ومسي على المشاهدين شاشة تلفزيون قطر الله يعطيكم الصحة والعافية أمانة على هذا المكان الجميل ممكن شفنا لقطات منه والمشاهد شاف ويانا للمتنزه وفي كثير منا راحوا هذا المكان ولكن أيضا في فئة من المشاهدين أو حتى زوار دولة قطر من الخارج ما تعرفوا على هذا المكان الجميل فيريت لو نتكلم بشكل عام عن هذا المتنزه والأقسام اللي موجودة داخله المنتزه طبعا مساحته 2 تقريبا حول 42 ألف متر مربع يحتوي على الجزء البيئي والجزء الترفيهي الجزء البيئي اللي هو عدة أقسام منه اللي تم إضافته مؤخرا اللي هي المفترسات والجزء البيئي اللي هو البري الحيوانات البرية ومنها الطيور يتكون الهنجر الكبير اللي هو قفص الطيور اللي يمكن للزائر يتعايش فيه ويدخل مساحته 11500 متر مربع ارتفاعه 40 متر يحتوي من طيور المائيه اللي هي الفلامنجو تقريبا والوز والبط الزائر يمكن يستمتع يدخل ويطعم الطيور بنفسه يمكن اليوم في خبر يعني دارج عند اكثر الناس يقول لكم انكم انتم مؤخرا أطلقت مجموعه من السناجب داخل المنتزه نعم. نبغي الفكره هذه شلون جات عليكم وشنو الاقبال الناس عليها الفكره اخوي جاءت يعني كونه ان احنا اول منتزه تقريبا تقدر تقول في دوله قطر الفكره دي تم دراستها طبعا اطلاق السناجب لان السناجب من الحيوانات الأليفة والمحبوبه لدى الكبار والصغار كونه كمنتزه وحديقه حيوان حبينا ان نطلق السناجب هذه للتعايش مع الزوار وممكن يعني السنجاب يجي وياكل من يد الزائر نفسه لكن هذه في المرحله الـ يعني الـ قريبه بجال. لان تعرف الحيوان كان تحت مرحله اللي هو الانتاج وكان في في اسر وعقب اطلقته في مكان واحد يعني صعب انه يجي في يوم وليله لكن الزوار يعني يشوفون السناجب خاصه خاصه الفتره المسائيه نعم ايضا ممكن تكلمنا في في كذا مناسبه عن موضوع معايشه الحيوانات تكرم في متنزه الخور خلينا نتكلم عن هذه الخطوه موضوع المعايشه واهميته اليوم على الزائر لهذا المتنزه وايضا على الحيوان تكرم المعايشه اخوي بالذات يعني هي ما تقتصر على على حديقه حيوان او منتزه يعني قد يكون انت عندك حيوان في البيت ابنك عنده هو الهدف إنه ان انه يكون الشخص لا المام شلون يعني ياوي هذا الحيوان سواء طير او من من الثدييات او غيره عرفت؟ احنا ان شاء الله فاتحين المجال يعني للناس انها تطعم الزراف تطعم الحيوانات عرفت؟ وفي برامج ان شاء الله قريبه جدا بيكون في تعايش اكثر بالنسبه للزوار. في شيء من المحظورات ودك انك تذكرها خاصه للناس اللي بيزورونكم خلال الفتره الجايه؟ المحظورات الجاي؟ اخوي دائما اللي احنا نعاني منها بالذات اللي هو احضار الاطعمه من المنزل وقطع الاشجار واطعام الحيوانات وهذا ياثر على صحه الحيوان نفسه فيعني نطلب من اخواننا الزوار اللي يجون المنتزه عدم قطع الاشجار، قطع يعني عدم قطع الورد، عدم احضار اطعمه من المنزل واطعام الحيوانات نفسها قد يعني ياثر على صحتها. أيوة. هذا. يعني تكلمنا ممكن أخوي علي ذكر موضوع إطلاق السناجب مؤخرا في في المتنزه وتكلمنا عن تفضلت وذكرت موضوع الزرافة وأيضا عدد كبير من الطيور وأيضا الحيوانات البرية خلنا نتكلم أيضا هل لكم نية مستقبلا لزيادة أنواع الحيوانات داخل متنزه القور؟ في دراسات إن شاء الله خلصنا منها الحين مستقبلا مع مع الإدارة وإن شاء الله نقول في الوقت القريب العاجل مفاجات ان شاء الله راح نعلن عنها. مع مع تحسن الجو؟ يظل احيانا ان شاء الله. باذن الله. انا طيب احب المفاجات دائما فعشان كذا بنتظر، لكن يا ودي انك تذكرنا اوقات الزياره وايضا تذكرنا اذا كان في اسعار للتذاكر محدده او لا. مثل ما ذكرت لك الله يسلمك تذاكر الدوله يعني الوزاره ما قصرت الان وفرت جميع التذاكر في افرع الميره. وقريباً حينزل أبليكيشن أونلاين تم توزيع الأجهزة على الأفراد الأمن في البوابة الرئيسية إن شاء الله تقريباً خلال الأسبوع راح يشتغل الأبليكيشن أسعار التذاكر الكبار 15 ريال والصغار لغاية 10 سنين اللي هي 10 ريال أوقات الزيارة؟ أوقات الزيارة المنتزة فاتح من الساعة 8 الصباح يومياً لغاية الساعة 10 بالليل يوم الثلاثاء نساء وأطفال فقط نساء الله يعطيك الصحه والعافيه مشاهدينا الكرام نشكر السيد محمد معجب الخيارين على تقديمه لتفاصيل اكثر عن منتزه الخور ويبينها زياره اكيد نساوة. لازم نزورهم على مكان مكان جميل امانه واكيد ننصح الجميع خصوصا مع يعني انخفاض درجات الحراره وايضا ان الجو مناسب لزياره هذه المتنزهات وايضا اخواننا وكل من يتابعنا وعنده نيه لزياره دوله قطر يا مرحبا في منتزه الخور وفي كل المرافق السياحية في دولة قطر مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام حلقة الأثنين من برنامج حياتنا يا عدي نشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس التوقيت الله يحفظكم أمان الله بس.